حواليه، ممكن هو يعني ما بيبقاش دخل في المراحل العميقة من النوم. بعد كده المرحلة الثالثة، وهي من أهم المراحل دي، مرحلة النوم العميق، ودي المرحلة اللي مهمة جدا علشان الإنسان يصحى تاني يوم حاسس إن هو مستفيد من نومه وراضي عن نومه ويقدر يمارس الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، ما يحسش إنه مجهد ولا مرهق ولا عنده قلة تركيز ولا نلاقيه عنده استعداد للنعاس أو النوم الزائد أثناء النهار. فدي مرحلة مهمة، وهي تشكل يعني حوالي اللي ما نامش نوم عميق هو 15 ده اللي عنده مشكلة. 15 ل 20% من الليلة المفروض انها تبقى من النوم العميق، ودي من المراحل المهمة جدا، لان كمان في المرحلة دي بيتفرز مجموعة من الهرمونز في الجسم ومجموعة من المواد العصبية من شأنها انها بتظبط حاجات كتير، بعض الوظائف الحيوية في الجسم زي مثلا الميتابوليزم، الحرق. الايض او الحرق. بالظبط بالظبط، ايه ده؟ يعني قلة النوم بتدخل؟ ممكن اوكي. ممكن ده حقيقي ممكن. طبعا بالنسبة للأطفال في مجموعة من الهرمونز اللي هي مسؤولة عن النمو، عشان كده بنقول الأطفال اللي ما بيناموش كويس ده ممكن يأثر على النمو بتاعهم. ففي كتير من المواد بتتفرز أثناء النوم سواء هرمونات أو مواد عصبية في المخ، كلها لها أدوار مهمة جدا يعني في الوظائف الحيوية. طب دي المرحلة الثالثة اللي هي النوم العميق، مظبوط. بس بنقف عند بعد هنا كده في كده. المرحلة الرابعة، وهي مرحلة نوم الأحلام. مرحلة نوم الأحلام دي بتيجي بعد ما الإنسان يكون أخذ كفايته من النوم العميق، وكفايته من الراحة، وكفايته من تجديد النشاط والحيوية، وتيجي بقى مرحلة نوم الأحلام دي علشان تعمل وظيفة تانية خالص، وظيفة لها يعني جانب نفسي، وهو ازاي ان انا طول ما انا في حياتي اليوميه بمر بحاجات كتير، من ابسط حاجه لاكبر حاجه، مشاكل يوميه، ضغوط يوميه، مشاحنات، فبتيجي مرحله النوم العميق دي بيحصل فيها نوع من البروسيسنج لكل بنحلل كل الايفنتس. حاجة حصلت لنا بقى بالظبط خلال كده. اليوم ده واحنا بعد النوم العميق. مظبوط اوكي. ده اللي هو بقى يعني قبل بيسموه ما نصحى على طول، ولا بيبقى يعني بتاخد وقت قد ايه مرحلة الأحلام دي؟ هي مرحلة الأحلام. احنا النوم على فكرة احنا يعني بيحصل فيها في هيئة دورات، يعني الليلة الواحدة من النوم اللي هي 6 أو 8 ساعات دي بيبقى فيها من 4 إلى 6 دورات متكررة من النوم. يعني يرجع لي تاني بالظبط النوم اللي هو الخفيف في نص بالظبط الليل، ممكن بالظبط لو سمعت بالظبط حاجة مظبوط. أرجع أبدأ الدورة من أولها. ان 1 ان 2 ان 3 وبعدين رام، وبعدين ان 1 ان 2 ان 3 وبعدين رام، وممكن اصحى في النص. وعلشان كده احنا دايما، انا يقولوا لي احنا بنصحى وبنقوم وبنقلق وما بنعرفش ننام تاني، انا دايما بقول ايه، ان الانسان الطبيعي ممكن يستيقظ من النوم عشرات المرات في يا الليله سلام. الواحده، بس الاستيقاظ ده بيكون لمده ثواني، احنا ممكن ما ندركش ان احنا استيقظنا، مجرد ان احنا بنتقلب فلاشات كده. بنتقلب